السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبداو الجولة ديالنا في شارع محمد الخامس. نتفقدو هاد الشارع هذا اللي غيدوز منو الترامواي. إن شاء الله أجل قريب الشارع هذا شارع محمد الخامس. شارع تبارك الله كثير تبارك الله واسع. ولكن الاخوان اللي داروا فيه الترامواي راه ما يبقاش عليك بحال اللي كتشوفوا واسع، لان الترامواي على الاقل راه ياخذ واحد 6 متر ديالو، وبلا السيارات راه يبقى فيها غير واحد يبقى تقريبا جوج ممرات ضيقين شوية، ولا ممر كاع. نشوف الا حيدنا من هنا، حيدنا من هنا، غيبقى واحد جوج ممرات، جوج من هنا كيدير جوج كيجيبو. إذن الإخوان كما كتشوفوا غنعرجوا على شارع مولاي رشيد. الأشغال بدات ديال الحفر، القوادس غيدوزو قادوس ديال الماء الحلو، هذاك القادوس الزرق ديال الماء الحلو، شوية غادي يدفنو عاوتاني ديال الواد الحار. الأشغال بدات الإخوان، نعم الأشغال بدات. الأشغال كما كتلاحظو أشغال ديال الحفر وتمديد قنوات الماء للصالح للشرب راه بدات. إذا الإخوان المعقول غيبدا. القوادس ديال الماء حلو هما جابوهم. الأشغال المعقول غيبدا هنا. صافي النخل راه حيدوه، بقات حتى النخلة. انتما كتشوفوا هما الاخوان بقاو غير الخطوات ديال الدور غيحيدوهم حتى هما. صافي دابا لا فوا ليبر. الدنيا ولات كتبان مخايره، عرفتي الاخوان كي غتولي هاد الطريق هادي، ولا مولاي رشيد، شارع مولاي رشيد غيولي رائع. ملي غيتوسع جميل. شوف الزحام اللي كاين دابا، هذا راه مزيان توسع الطريق. اذا الاخوان لا توسع الطريق غتولي هادشي جميل. طاكسي بلات بلات. شوفوا الزحام كي داير دابا، شوف علاش، لان كاينه هاد المساحه كلها اللي كانت شاده الشجر. والله الا حرام، والله الا حشومه، والله كره عرفتي كره الطريق راه كتولي كدي على ثلاثه وتجيب على ثلاثه. بلاتي الاخوان غتشوفوا كي غتولي هاد الطريق رائعه، غتولي والله الا رائعه.
شوفوا المساحه ديال النخل شحال كانت شاده. شوف وهنايا مزحمين الطوموبيلات هنايا و حشومه هادشي والله الا عيب. لا والله الا الله الله ينصر هاد السي عقوبي زعما والله الا راه ملي تدخل شي مدينه صافي راك عفره غادي تولي رائعه. عنده واحد الكفاءه والخبره الا عطاو شي ميزانيه كيعرف يتصرف بها ماشي بحال شي عمال وكان بعداك وقال فيهم الخير كاع ما غايبدلهم الملك. دابا هاد الوالي عقوبي راه الملك اللي جابو من طنجه قال لي سير لتمارة سير للرباط من الرباط عاوتاني قال لي سير لتمارة. ايوا يا اخوان حيت كاين كتعطي واحد الميزانيه كيدير النص في جيبو والنص يصاوب غير بداكشي الرخيص وما كتشوفش كاع ما كيبانش كاع الاصلاحات ما كتبانش. ولكن هذا السي العقوبي برافو والله الا شابو ليه شابو ليه كل شيء تي زعما كتبان الخدمه ديالو برافو ليه وصافي. هانتوما الاخوان شوفوا الشارع مولاي رشيد كي غيولي هذا هو امتداء ديال الشارع مولاي رشيد. دابا هذا هو شارع مولاي رشيد هانتوما غيولي بحال هكا بحال هكا. شوف الاتساع كيداير شوف داكشي ديال الطريطوار في الوسط داكشي ما يبقاش. شوفوا دابا الفرق كبير. شوفوا يا اخوان شوفوا شوف هاد الشارع كيداير شوف مولاي رشيد كيداير مع العلم تا دار مولاي رشيد. ها تا دار شارع مولاي رشيد طالع حتى الطارق بن زياد. انتما شوفوا دابا غير داك هذاك الحوض ديال النخل شوف شنو الطريق اللي داير شي هذا هذا دابا لو نديرو نزيدو فيه تماك طريطوار في الوسط يولي بحال مضيق الطريقه تجي بحال مضيقه بحال هكا خصها تبقى الطريق ليبر داكشي ديال ديال الطريطوارات في الوسط هذاك التخربيق ما عندنا ما نديرو به غير خط متصل وكيف قلنا يا اخوان اللي حصل غيودي صافي. انتما شوف البرق كيداير انتما دابا حنا جينا من هنا زيد اشري زيد خلينا نفراني هنا و انتما الضيق بدينا فيه الضيق شوف علاش لينا الطريطوارات شادين الطريق زايدين اذا يعني الا تحيد هاد الشيء هذا راه تولي قضيه زوينه. الى هنا الاخوان كانت هذه اطلاله على على شارع مولاي رشيد شفنا فين وصلت الاعمال شنو اللي تزاد وشنو اللي باقي ما تزادش. الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.